تفاصيل نشرة مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم. صرح جديد يجسد رؤية مصر المستقبلية كقوة إقليمية واعدة ودولة رائدة. الصرح تتكامل جوانبه في مشروع قومي آخر يعكس ملامح مصر الجديدة. هكذا جاء وصف رئيس رئاسة الجمهورية لمقر مركز قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية فيه. وأشاد الرئيس خلال الجولة بالجهد المبذول لإنهاء وتجهيز مباني مركز القيادة، مؤكدا حرص الدولة على تطوير قدراتها في شتى المجالات ومواكبة التقدم العلمي والتقني لتكون قادرة على الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه. استمع الرئيس أيضا لشرح مفصل لمكونات مركز قيادة الدولة الاستراتيجي الجديد والموقف التنفيذي للمشروعات بداخله. رافق الرئيس السيسي خلال الجولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.